راك كتشوف هاد الخنشه ديال الطحين عمرها كامله موسخه. كاربيتر ديالي هادي وغنمشي نجيب الليكات باش نلبسوهم باش نبداو. هادي الماكينه كيف كتشوفوا الكترونيك موسخه فيها سيلندر ار ام اس. ابارمون فواحد لو جو هكا في الفولون مانيج كاين لداخل في الجروب فيها شي جو ما عجبنيش هاد الجو. المهم انا غنحلها كيف قلت لكم ومن بعد نهضروا على هاد الشيء كامل.
بما اننا حلينا الماكينه كامله غنحل الكارتير. المهم الفيبرو كرا فيه واحد شويه ديال لو جو خصنا نحلوه باش نعرفوا شنو كاين. كاين لو جو في هذاك لاكس اللي خارج من الفيبروكا هذا اللي كيركب فيه لومبراج كيدير بحال هكا واحد شويه ماشي لداخل مش كيدخل وكيخرج بلطو بلاط في الجرب. كيف كتشوفوا الكارتير باغا تحل دونك شحلات من هاد الجهة. شحلات من الجهة الصغيرة بقى شادة الكلافيت هي اللي شادة. ما بقاش واحلة يعني الفيبروكان هو اللي خاصو يتبدل. الفيبروكان اللي تكال ماشي. المهم مازال ما عارفش تنحل الكارتير كامل ونقول لكم شنو قريب في لاصق. دور ما تقريبات باغا تحيد. اسمع لو هما زعما ركبوها بحال هكا ما عنديش فكره. المهم نشوفوا هذا الشيء كي غيخرج. هذا هو الكارتير ديالنا كيف كتشوفوا لور ما بقات لاصقه هنايا. كنتمنى يكون هذا الكارتير باقي مزيان و الدومي كارتير شي يكون باقا مزيانه كنتمنوا. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكارتير. في البروكان راه تكال من هنايا خاصو في البروكان. و لي غولمون كي جوان هما نوطيو هاد الشيء. اخي بحاجه هي تخسر لك الكارتير وليو د في البروكان. في البروكان ما نحيروش فيه ولكن الكارتير تقدر ما تلقاش. هاد البيستون هاد راه شينوا ما عرفتش الديامتر ديالو. المهم نقي هادشي ونقي السيلندر ونعبروا لو جو اللي كاين هنا ما بين البيستون والسيلندر. واحد الحاجه اخرى كاينين شي ناس كيديروا واحد لي فيديو كيقول لك بانه البيستون كتعبر لو جو ديالو. عرفاش كتخشيه بحال هكا كتخشيه زعما بحال هكا وكتعبروا سوا ديزون بحال هكا كتبقى دير ليها هكا كتعبر البيستون بحال هكا لو جو اللي فيها. اول حاجه خاصك دير هي تحيد لي سيغمون حيت ماشي لي سيغمون بوحدهم اللي كيجمعوا الكومبريسيون ولا لي طونشيتي. لا البيستون حتى هو كيجمع الكومبريسيون. ولا كان عندك بزاف ديال لو جو ما بين البيستون غيطلع لك تقرقيب. دونك ضروري خصك تحيد السيغمون باش تيستي لو جو اللي كاين في البيستون. والبيستون ماشي خصو يدخل بحال هكا خصو يدخل في لاكس اللي كيمشي فيه. يعني هاد البلاصه اللي كيتجمعوا فيهم السواقم العكس ديال البلاصه ديال الشاقمه لي شابمون هي هادي. خصني نتيستي البيستون كيف كيركب نورمال بحال هكا خصني نتيستي.
ونقيه نحيد منه لي كلامين، ضروري تحيد منه لي كلامين عاد باش تيستيه، حيت لي كلامين اللي كيكونوا مجموعين فيه هنايا وهنايا راه ما كيخليوكش تيستي داكشي مزيان. دونك باش تكون متاكد بداكشي اللي كدير خاصك تنقيه، واول حاجه غندير هي غنقيه. دونك لاليوماج هو هذا الكترونيك، ما عندي ما غنقول فيه، ما كتبدل فيه لا فيس بلاتيني لا كوندونساتور كيف ما ولف كنقول لكم. لي كارتير ديالي هما هادو ساليناهم، كولاس راه باين مزيان، تي سي 01 في هذيك الحفره هنايا مزيان. كاربيتور خصها تنقى ومفاريه من هنايا، ونشوف لا جي كلور تاعها باش ما نتصيدوش بحال الفلوغ ديال ديك المره. كاج ديالو هو هذا. المهم كاربيتور تندوز لها من بعد. بقى عندنا لومبرياج مزيان، لي ريسور فيه مزيانين، هادو مزيانين، خاصو عيط نقى، هادي مزيانة دونك خاصو عيط نقى. هذا حيدوه و الكروات ديالو، بوجي قالينا بيستون و فيل بروكا، هاد الجوج هادو هما لي دايرين لينا اشكال. مهم غنقيهم و نقي الطبلة و بون. قادين الطبلة ستيلو ورقة باش تكتب، هادي كندير فهاد الفيسات هادو اللي خصهم يدارو في ليسونس باش يترقدو، و غنهضرو على هاد لي باغ موسيقى هادي. نايس. الفيل بروكا كيف لاحظتو خرجت لورما من هنا، يعني هاد لابارتي هادي ديال الفيل بروكا تكالت، ما بقاتش طالعه باش هي تشد لورما، دونك خصنا نبدلو الفيل بروكا. حاجه الثانيه هي كيف كتشوفوا لورما من هنايا خارجه بزاف، قلت انا ما تحيدهاش فاش كنت كنحيد الكارتير، لا ما تحيدهاش فاش كنحيد الكارتير. علاش؟ حيت هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي اللي خلوها هما خارجه كانت كتوشي ليه دومي كارتير. وباش تعرفوها ها نتوما الطروفه ديال الالومنيوم، ها هو واحد الطرف ديال الالومنيوم، ها هو فين ها هو، وهاد الالومنيوم مين جا من هنا، ها هما الطروفه كيبانوا لكم صغار، هادو كاملين اللي كيبريو راه الطروفه ديال الالومنيوم هادو. وحاجه اخرى هي لورما دارت واحد الحفره، هي شوها هنا شحال ديال ما عرفتش شنو هو هذا الشيء، ممكن واحد الطروفه ديال الالومنيوم ها هو واحد فيهم، ها هي هذا راه الطرف ديال الالومنيوم. وتخيلوا الطروفه ديال الالومنيوم كانوا كيطلعوا مع السيلندر، كانوا غيجرحوا ليه السيلندر سي نورمال. دونك هذه غنقيها ونعاودوا نهضروا عليها من بعد، مسخه كيف كتشوفوا. دونك غنقيوها ونتمنوا ما تكون خسرات فيها حتى شي حاجه. بالنسبه للكارتير الكبير غنحيدوا ليه هاد اللورما هادي اللي بقات هنايا وغنيطوايوه ان شاء الله يكون مزيان. ولا لاحظتوا هنايا واحد هذاك الفيبراسيون اللي كنت كندوي لكم عليها راه كانت كتوشي ليه كان كيتوشي ليه الفيل بروكا هنا، ها هي بلاصتو بيضا شفتوه، كنتمنى يكون ما كانش واقع لا كان كيتوشي واحد شويه هنا. وهاد البلاصه هادي ديال لادميسيون ما خصهاش تقاس، سينو غدير ليه مشكله في ما تشدش ليه الرالونتي. فاش كتقاس هاد البلاصه ديال لادميسيون كتولي تدخل البرد ما كتبقاش تشد لك، ما بقاش كيشد لك موطور الرالونتي. شحال من واحد كيسولني على هاد القضيه موطور ما كيشدش الرالونتي، لا ما كانش كيشد لك الرالونتي من الكاربيتور ما بغاش يشدها كاع، يعني عييت معاه والو. دونك راه عندك مشكله هنايا في الفيل بروكان، حيت هاد الفيل بروكان هذا كيتسمى روتاري فالف، هاد السيستيم اللي خدامه به بياجو ايطاليان كيتسمى روتاري فالف، حيت الطاليان هما اللي كيديروا هاد الخدمه هادي. الفيل بروكان كيدير دو شوز، كيحل لادميسيون يعني كيخلي ليسانس يدخل ويعاود يتسد من خلال هاد البلاصه هادي، وهاد البلاصه هادي راه كدور على هاد البلاصه هادي وكدور بينها وبينها والو، زغبه 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 وحده تحبس زعما تحبس هاد الدور عاد هاد اكزومبل. دونك الحاجه الثالثه دوين على هاد الجوج، دابا غنهضر معكم على البيستون و
وليس بيستون والسيلندر اللي نقيتها هو نقيته شويه ونقيت من هنا الكربون ونشوفو كي داير نورمالمون كيركب بحال هكا نقاطي اللور يعني كيف قلت لكم بيستون كيركب في اتجاه ديالو شي واحد اللي يخلي فيه السيغمون يقول لكم راه بحال هكا كتستيه هذاك راه ما خدمه ما والو وفاش كتبغي تركب لي سيغمون خاصك تعرف شحال فيهم ويكون داك الشيء جوست بجود كال خليني من التقمار وواحد حاجه اخرى شي واحد يمشي يشري لي سيغمون واسعين يعني كبار من هادو وبدا يحكم راه ما خدمه ما تلعبه هذيك راه ماشي خدمه وما كنتسماهاش خدمه بروفيسيونيل خدمه بروفيسيونيل هي كتشري لي سيغمون قد داكشي اللي خاصو يكون وتعبر داكشي جو جوست وما يكونش لو جو ما بين البيستون والسيلندر حيت الا كان لو جو غيطلع لك تقرقعيب ويطلع لك الروينه المهم هذيك ما خدمه ما والو حاجه اخرى هو كتجيب لي واحد العيبه راه هي كحله ها هي ما عرفتش كتبان لكم ولا لا ما عرفتش شنو هي المهم ماشي محفوره ولكن بحال مطبوعه ما عليناش هذا بيستون ماشي اوريجينال 38 جوج راك في سيلندر ار ام اس كيف قلنا غنركبو في لو سونس اللي كيمشي فيه اللي هو هذا ونتيستيو بلا لي سيغمون بلا لي سيغمون بلا لي سيغمون راه ما خدمه ما والو وكتيستي واش فيه لو جو هكا واش فيه لو جو هكا هذا راه فيه لو جو وفيه لو جو هكا الا درتي لي سيغمون وكان الكربون ما عمرو يعطيك ما غتسمعوش ما غيديرش لك بحال هكا كاع ما غيديرهاش وحاجه اخرى راه ما عمر لي سيغمون كيتحكوا مابقاش كذب عليكم البنادم وانت ما عارفش اي واحد فينيرابل اي واحد ما كيفهمش واحد الحاجه نقدر نقولبك فيها نقدر نقول لك نكذب عليك وانت ما عارفش تقول لي اخويا الله يرحم الوالدين لا خويا انا جاي هنا باش كنقول لك الحقيقه لي سيغمون ماشي كيجيو سيغمات بحال هكا وفوق منا سيغما وانت ديك الساعه تشد تحكه لا راه ما خدمه ما والو علاش حيت السيغمات فيهم واحد ديزاين داير بحال هكا وداك الديزاين كيجي في هذه النقطه هذه اللي هنايا هاي دونك هاد السيغما خصها تركب في الاتجاه هذا انت فاش تحكم من هنايا راه غتاكل منها دونك ما يبقاش عندها داك الشكل اللي داير بحال هكا بحال القوس دونك هذيك راه ما خدمه ما والو لا جات السيغما كبيره كبر من لا خديتي السيغما كبر من السيلندر على اساس السيغما الاوريجينال بحال 38 جوج وهذيك 38 جوج وبغيتي تركبها وجات السيغما واسعه ما بغاش تجمع ما عطاتكش لي طون ما عطاتش هذيك العبار اللي كندير انه لو جو دو كوب اللي هو 010 15 صافي خاصك تليزي بيستون مابقاش كذب عليك بنادم يقول لك لا غادي لي سيغما كبر من نوع حكا هذيك راه ما خدمه ما تلعبه باش نقول لكم تكونوا واضحين هذا خاصو ليزاج وبيستون وهذاك الشيء في البروكار خاصو فيه البروكان وموتور داك الشيء هادشي خاصو يتنقى وهاد الكارتيره الصغيره ما عرفتش وخاصني نحيد الكارت هاد لورما كبيره وفاش نحيد لورما كبيره وغنتيست كيفاش الطريقه باش تحيدات الطريقه باش نعرف الكارتير واش مزيان ولا ماشي مزيان هادشي اللي كاين خصنا دابا نجيبو الفيبروكان لي زي وركبوا لي بيستون جي سي سي حيد عليه هاد الشينوا نسيت واحد القضيه اخرى ما هضرتش عليها لورمات خاص لورمات خاص كيت جوان هادشي كامل ما قيدتوش في البروكان مهم فيلو ياك بيستون اشخر اليزاج كيت جوان و كيت جوان اريدويل و غولمو المهم ديال لي ستا ديال دابا ولا بقات شي حاجه راه غنزيد